صباح الفل كابتن عمرو، وهنخش على سؤال ساخن على طول، معلش وعايزين إجابة يعني صريحة. هل نقدر نقول إن اللعيبة اتظلمت في الأولمبياد، سواء من مثلا الجمهور أو مثلا من اتحاد اللعبة؟ يعني لو إحنا هنسألها كده أحسن. لا أنا مش هقول اتظلمت ولا حاجة، بس هو الجمهور يعني توقعاته دايما عالية، فهو اي نتائج مش على هواء بيبتدي يهاجم على طول. بس هي ما ظلمتش قوي يعني، لان في سباحين عملوا نتائج كويسه جدا. هو الجمهور بيهاجم حبا، خلينا بس نبقى في البدايه نسيق الكلام. هو نفسه المنتخب المصري في اي رياضه يكسب، بيبقى عنده طموح، عنده امال، ولكن ممكن يكون اللي بيحصل ان احنا ما بنوصلش بيزعلنا، صح كده؟ دي النقطة. النقطة التانية بقى اللي حضرتك دلوقتي هتتكلم فيها، طب ليه؟ يعني ليه ده حصل أصلاً؟ أولاً البطولة دي، الأولمبية دي اتأجلت كذا مرة لدواعي الكورونا والكلام ده. السباحين دول كانوا عايشين في أمريكا وبيدرسوا، وظروفهم برضو مش قاعدين مرفهين، لا دول بيدرسوا وفي ناس بتشتغل معاهم. كلهم كانوا في أمريكا يا كابتن؟ الكل. أوكي. وهم رجعوا شهر 4 في الكورونا، طبعا القيادة السياسية مشكورة رجعت الولاد في الأزمة الجبارة اللي كانت فيها العالم دي. فدول قعدوا من شهر 4 لغاية شهر 11-12 لغاية شهر 1، في ناس سافرت كده بدون تمرين زي اللي كانوا بيتمرنوه. طب ما هو كان في الخارج ده مش حاصل برضو ان في توقف للتمرينات بسبب كوفيد؟ في بلدي لا، يعني انت حضرتك لما تفتح لي حمام هنا انا اروح اتمرن فيه، مش نفس التمرين والضغط اللي انا كنت شغال فيه. لا مش، معلش انا مش فاهماها يا كابتن، يعني في الخارج كانوا بيتمرنوا؟ لان حسب اللي انا اعرفه كمان كان الوضع هناك الأولمبية مش، بس اللي كانت صدر ان اللعيبه الاولمبيه اللي عندها داخله الاولمبياد سيدني سوري طوكيو هي اللي هتتمرن، وده كان حاصل في امريكا وفي مصر. اوكي. بس انا مش عايش هناك مع المدرب، انا عايش هنا. بيبعت لي تمرين حاضر اعمله، الحمامات بتقفل، البلد بتقفل الساعه كام، في ظروف خارجه عن ارادتي كلاعب، فدي ظروف مؤثرة. ان انا ارجع في 8 اشهر ارجع لمستواي اللي بتحضره المفروض من 4 سنين، مش حاجة سهلة.